مسيرة كبيرة في مدينة واشنطن العاصمة الأمريكية، وذلك تضامنا مع حقوق المرأة، وتقام كذلك العديد من المسيرات في المدن الكبرى في شمال أمريكا. أحد هذه المسيرات تقام اليوم ومن أكبرها في العاصمة الكندية أوتاوا، كما ترون جموع كبيرة من الرجال والنساء والأطفال وحتى الحيوانات الكلاب والقطط تمشي في هذه المسيرة مطالبة بهذه الحقوق. هذه المسيرة ليست الأولى ولكنها من أكبر المسيرات التي تقام في مدينة أوتاوا. نتوقع عدد أكثر من 50,000 مشارك في هذه المسيرة، كلهم يرفعون شعارات تطالب بحقوق المرأة وتطالب بمعاملة المرأة مثلها كمثل غيرها من المواطنين بحق المساواة. أيضا هناك بعض الهتافات ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وهذه المسيرة تعتبر بتنظيم من وومنز رايتس، وكما ترون فإن هذه الأعداد تتدفق بكميات كبيرة، وسنوافيكم بتفاصيل جميع أو كامل المسيرة إن شاء الله في اللحظات المقبلة. نعتذر عن طول هذا الفيديو، ولكن أردنا أن نوافيكم بكامل هذه المسيرة. محدثكم من العاصمة الكندية أوتاوا محمد الشريف. Hey, 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 hey
Hello, how are you? Good to see you. Truthful, but
Darn it, you